أنا دكتورة ياسمين أنور، أخصائية طب نفسي وعلاج إدمان. حصلت على الماسترز من وحاليا بحضر الدكتوراه من قصر العيني جامعة القاهرة. اشتغلت في مستشفى قصر المعادي للطب النفسي وعلاج الإدمان، وحاليا في النايل ريكفري سنتر لعلاج الإدمان وفي عيادة مايند كلينيك. مدرستي إنه العلاج طريقتين، أول طريقة هي علاج الدوائي عن طريق الأدوية، وده لفترة مؤقتة للتحسن السريع أو الإمبروفمنت السريع في الأول. الطريقة الثانية هي السايكوثيرابي أو الجلسات النفسية، ودي للعلاج على لونج تيرم إمبروفمنت. أنا بحب أشتغل بالكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي والإنتربيرسونال سايكوثيرابي. بحب أساعد الكلاينتس بتوعي إن هم يغيروا طريقة تفكيرهم، يغيروا البيهيفير بتاعهم، يتعلموا نيو سكيلز، how to deal with their problems and their relationships. I'm highly interested في الأدلت وكل الأمراض النفسية، في الأدوليسنس والchild behavior therapy، في الcouple therapy والfamily therapy. And I'm very specialized في الaddiction through أدوية وpsychotherapy individual and group psychotherapy. لو شايف إن أنا أقدر أساعدك أو أطور من طريقة تفكيرك، أساعدك إنك تغير من سلوكك وتعاملك مع مشاكلك، فأنا موجودة.